إذن في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأرقان الذي تم إقراره من طرف هيئة الأمم المتحدة كل 10 ماي من كل سنة، اليوم احنا حضرنا في واحد من بعد ما تعطت الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات يوم أمس من طرف الأمم المتحدة وجميع الهيئات التابعة لها وكذلك جميع المؤسسات ديال وزارة الفلاحة ووكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأرقان. اليوم حنا تنحضروا في لقاء آخر يعني اللي كيدخل في برنامج هذه الاحتفالات واللي هو منظم من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، واللي غادي يتقدم فيه المخطط الجهوي للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. إذا حنا كوكالة منخرطين 100% في هذا المخطط، واللي التفعيل ديالو الاجراء ديالو يعني غادي يتم غادي يكون يعني محور مجموعه ديال اللقاءات مع المديريه الجهويه وجميع الاطر ديالها من اجل التنزيل ديالو وكذلك من اجل الدفع بمحتوى هذا المخطط ان شاء الله باش يخرج الحيز الوجود والجهود ديال الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مناسبة أخرى للشكر والتقدير ديال وسائل الإعلام من خلال المواكبة ديال جميع الأوراش المنزلة في قطاع وزارة التربية الوطنية، وهذا وعي منكم لا في إطار الوظائف ديالكم ولا في إطار المسؤولية كمواطنين كتنتسبوا لهذه البلاد بأهمية هذا القطاع باعتباره قطاع استراتيجي، فشكرا لكم. اليوم عندنا أيضا كنحتفلوا اليوم بواحد المناسبة أيضا ذات طابع وطني وعالمي اللي هو الاحتفاء باليوم العالمي لشجرة الأرقان واللي كصادف العاشر من ماي من كل سنة، واللي كنتكلموا على شجرة الأرقان على المستوى العالمي راه هي مرتبطة بالمملكة المغربية وبجهة سوسمة الساحلة وجهة التحديد. فبالتالي المديرية الإقليمية وعيا منها أولا بالمسؤوليات ديالها الأخلاقية والبيداغوجية والوظيفية والوطنية ايضا، والتزاما منها بتنزيل الاوراش ديال القانون الاطار وخصوصا في اطار القطب البيداغوجي المشروع 10 اللي عنا بالحياه المدرسيه، موازاه مع الذكرى الاحتفاليه، فهي اليوم غادي تعطى الانطلاقه ديال منصه اللي غادي تعنى بالشؤون ديال البيئه والتنميه المستدامه ليس فقط مناسباتيا ولكن على امتداد من خلال برامج اوراش على امتداد السنة الدراسية، وذلك من خلال أولا إحداث منسقية إقليمية اللي تعنى بالمجال ديال التنمية البيئة والتنمية المستدامة واللي كيشرف عليها واحد من خيرات الأطور اللي هو الدكتور يوسف اللي مختص في المجال ديال البيئة. ثانيا أو أيضا هو توطين أو إحداث واحد الفضاء اللي خاص كمركز إقليمي للبيئة والتنمية المستدامة في فضاء تابع للمديرية الإقليمية، ولكن أيضا الأهم ذلك هو إعطاء الانطلاقة للمخطط الإقليمي للبيئة والتنمية المستدامة اللي غادي يكون على مدار السنة إن شاء الله، واللي غادي يمس جميع المؤسسات التعليمية والانخراط ديال الطب التربوية والإدارية والتلمذات ديالنا. شكرا. بطبيعه الحال كقطاع استراتيجي وكقطاع ذو اولويه بعد قضيه الوحده الترابيه واللي كذلك يعني كياكد على الاهميه ديال البيئه والتنميه المستدامه واللي قطعت فيها بلادنا واحد الاشواط كثيره. كذلك البرنامج التنموي اليوم جاء وجايب معاه يعني مجموعه من المقتضيات اللي كتهم التنميه المستدامه. البرنامج الحكومي كينص كذلك على التنميه المستدامه كذلك، وبالتالي فاليوم حنا كمديريه اقليميه حطينا هذه الرؤيه هذه واللي جابت أربعة ديال الأهداف. الهدف الأول كيتعلق بالحكمة واللي هي التأسيس والتفعيل ديال المنسقية الإقليمية للبيئة والتنمية المستدامة، كذلك يعني تأسيس شبكة ديال منسقي ومنشطي الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية واللي غادي يكونوا هما السفراء ديال المنسقية واللي غيقوموا بالتنزيل ديال الأهداف نتاع المنسقية وديال المديرية. الهدف الثالث هو إنشاء مركز وقطب كفاءات ديال التربية البيئية والتنمية المستدامة بأكادير، أكادير اللي هي الحمد لله عاصمة الجهه واللي ان شاء الله غتكون ديما سباقه في مجموعه من الافكار. الهدف الثالث هو انشاء اذاعه خضراء
وهذه الإذاعة الخضراء تكون أولى يعني من نوعها، واللي إن شاء الله يشتغلوا فيها الصحفيون الشباب على يعني تحليل مواضيع بيئية، استضافة ناس شخصيات مسؤولون من أجل يعني مناقشة والتوعية بخصوص البيئة والتنمية المستدامة. بطبيعة الحال الشركاء كلهم صدقنا على التوصيات في الأخر، الشركاء كلهم الحمد لله بينوا على الرغبة ديالهم في دعم لا الداعم المالي واللوجيستيكي والمعنوي ديال البرنامج الإقليمي، وبالتالي اليوم حنا هذا احتفال كبير اللي كيتزامن مع اليوم العالمي ديال الأرقان اللي كنحتفلوا به في العاشر من 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 شهر ماي، والحمد لله حنا فرحانين بزاف لأنه كل شيء معنا بما في ذلك موضع الفاعلون، لا سواء في القطاع ديال التربية الوطنية بما منهم مفتشين ولا مديرين ولا أساتذة، وكذلك الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيشتغلوا معنا، رجال الإعلام اللي الحمد لله اليوم كانوا متواجدين بكثرة وبكثافة وتبارك الله عليهم، قاموا بواحد الدور مهم والحمد لله هذا اللي كنا كنتسناه، وإن شاء الله نتمناه أنه يتحقوا الأهداف ديال هذه الرؤية هذه. شكرا. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.